السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في مطار ورقو مدينه الدولي. اليوم احنا كصحفيين قناه الجزائر انوان رايحين ان شاء الله نغطيو هذا الحدث وهذه المباراه ان شاء الله المهمه للمنتخب الوطني. كما راكم تشوفوا ان شاء الله توفد عدد كبير من الانصار متوجهين دوله الكاميرون. اليوم ان شاء الله احنا كمراسلين قناه الجزائر انوان راح ننقلوا كامل احداث هذه المباراه وان شاء الله تكون رحله موفقه ان شاء الله وان شاء الله تكون نعود بنتيجه ايجابيه. ومعنا اوفياء على قناه الجزائر ان شاء الله. يا ربي يسمعوا لي دوكان لازم نروبوزيو شويه غدوه في الصطاد ما نحبسوش تماك ماشي عاد دخلت بداو تعيطوا قدام خلاص تبحبحنا باك بالماضي بدي يشوف هكذا هيا ما تنوضوش لا لا ان شاء الله فيها خير نروحوا غير بالعقل انا قلت لك 100000 100000 عسل عسل تماك رخيص كاع العسل شريو كل طريقه لحني نرجي وبدا عيط المهم حنا واش قلنا يا الاولاد ديروا حالها يا الاولاد يا ان زيرو توقعات المنتخب الوطني باش يربحوا ان زيرو سليماني براسو ونجيبوا ربحه ان شاء الله ونجيوا بالماضي رانا معك ان شاء الله ما دار مظلوم وربحونا ان زيرو برك ان زيرو حنا نحوسوا ان زيرو بالماضي فرحنا باش نفرحوك حنا ثاني بالماضي ورانا معك في التشاكير مخسر رابح رانا معك بالماضي 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري واش نقول لك اخويا حنا رانا المناصر الوفي للفريق الوطني شوف رانا لا كوب دافريك وزدنا انا راح نشاركوا في مع المنتخب الوطني في الكاليفيكاسيون لا كوب دي مود ان شاء الله وحنا راه مع الفريق الوطني وين يروح الفريق الوطني انا معاه ايجيبت القاهره كاميرون لا كوب دافريك هذه وزدنا راح نساندوا المنتخب الوطني في كاليفيكاسيون لا كوب دي مود ان شاء الله تاع قطر وش راح نقول لك اخويا تحيه بالماضي وزير السعاده بالماضي اخويا تحيه بالماضي وتدري في فالانجيري تحيه الجزائر تحيه الجزائر بالماضي بالماضي وزير السعاده اخويا ان شاء الله نربحوا اخونا ان شاء الله يفرحونا شوف نوجهوا رساله بالماضي محرز واللي جوا رجع ان شاء الله يكونوا رجال في التيره ما كان لا رطوبه لا سخانه الحرب الحرب تاع بونو ماشي حاجه اخرى ربي ان شاء الله يفرحونا يا اخويا رانا متوجهين دول ان شاء الله باذن الله باذن الله تاهلي تكون تما ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله التأهل يكون تما ونربحوا بزود صفر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله 1 2 3 فيفا لالجيري السلام عليكم الحباب اليوم رانا متواجدين هنا في مطار هواريبو مديان طريق إلى دوالا إن شاء الله رانا معولين نجيبوا التأهل ثم في دوالا هنا عندنا الجمهور ما كاش مثله كاع في العرب ولا في الموند كاع حنا وين ديبلاسي ونخليو أثر تما يهضروا علينا غير الخير إن شاء الله كما درنا في مصر رحنا ليهم كمل الماتش ربحنا وكمل الماتش نتوينا صدر تما داو العبره على الانصار المنتخب الوطني وجماعتي صحابي كاع اللي وصلوا دوكا في الدواله قالوا سخانه شويه اللي ما بينا حبابنا ينقصوا شويه لبسه يروحوا بو خفيف برك وان شاء الله معولين نديروا نتيجه تما وانا في البليده نزهو برك نجيو العرس عرس كروي نديروا في البليده قطر تنادي الجزائر في قطر ان شاء الله باذن الله والسلام عليكم. الرساله تاعك وصلت خويا ورانا رايحين بقوه تاع دوموديت الانصار رانا معاك خويا تاع دوكا فرحونا هذا واش رانا نحوسوا يا خويا ان شاء الله نربحوا وان شاء الله سليماني ماركي لنا وحده وان شاء الله بليلي تامت الله يا ربي لاجيري كاليفي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي لاجيري كاليفي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي احنا مناصرين جينا من ولاية المسيلة جينا باش نناصروا الفريق الوطني عيطة الخضراء لازم نكونوا معها ما تهمنا لا سخانة ولا حروب أهلية ولا والو احنا نحوسوا للربحة نكاليفي وخلاص ان شاء الله كاليفيكاسيون في تشاكير وان شاء الله يرفرف الاعلام تاعنا في قطر و 1 2 3 فيفا لالجيري نتوقع النتيجة تكون 2-1 لصالح الفريق الوطني البيت الثاني في الدقيقة 90 نشكروا رئيس الجمهورية اللي دار لنا المبادرة هذه وعاوننا باش رحنا الكاميرون كيما رحنا مقبل الماصر ورحنا الأمدرمان وبربي إن شاء الله الربحة حنا كي نروحوا حنا رجالة تاع الجزائر كي تحقنا الجزائر رانا واجدين في أي لحظة أنا لهنا باش نشجع أسمع نشجع الشعب تاعنا قبل باش يشجع المنتخب الوطني بارك الله بالتوفيق إن شاء الله جزاك الله خير ربي يحفظك ربي يجازيك ربي يحفظك السلام عليكم نشكروا القناه ان الجزائريه احنا رانا رايحين الكاميرون ان شاء الله نربحوهم في الكاميرون
كونتر على ايتو. وزيد باغي نقول حاجه، بارك الله فيهم على هاد الانصار كاع، ومادا بينا بقوه في الكاميرون ونربحوا ان شاء الله في الكاميرون، زيدوا ربحوا في تشاكر وكاليفي لكوب دي موند قطر 2022 ان شاء الله. مناصرين، جينا من ولايه سطيف ان شاء الله، بالضبط من مدينه عين المال، جينا نشجعوا الفريق الوطني، نتمناو الفوز ان شاء الله، نتمناو الفوز ان شاء الله لفريقنا، ان شاء الله نربحوهم 1-0 ان شاء الله. هذه هي تحيه الجزائر 1-2-3 فيفا لالجيري 2-1. ونشكروا رئيس الجمهوريه اللي درنا المبادره هذه ودزنا للكاميرون ان شاء الله يعطيه الصحه، ونشكروا كل السلطات المحليه اللي عاونتنا في الفواياج هذا، في الرحله هذه، وان شاء الله احنا نروحوا نجيبوا كاليفيكاسيون ونجيو نروحوا ان شاء الله. السلام عليكم، انا منى صار من ولايه سطيف، نتمنى ان شاء الله الفوز للفريق الوطني ان شاء الله، ان شاء الله ونروحوا رابحين ومتاهلين ان شاء الله للمونديال، ونتمنى لهم ان شاء الله الفوز ان شاء الله 1-0. ونتمنى ان شاء الله الفريق نتاعنا ان شاء الله يفوز والنتيجه تكون قويه ان شاء الله، والفوز ان شاء الله يكون من الكاميرون، سنتوكل بالنتيجه ان شاء الله قويه ان شاء الله من الكاميرون، والنصر ان شاء الله للجزائر سواء كان في مقابلتي الفاصله او في حتى في كاس العالم ان شاء الله تكون عندنا نتائج هائله ان شاء الله ان شاء الله. 1 2 في فيفا لالجيري، 1 2 3 فيفا لالجيري، 1 2 3 فيفا لالجيري. بالماضي جمال بالماضي، كاينه امراه في عمرها 90 سنه هذه معروفه في حي بالشوبان، تنوض بالماضي تقدم بالماضي، المراه راهي في مستشفى ترويبه، لا فامي كويسي، الام تاع كويسي حسين المناصر الوفي للفريق الوطني، خالتي مسعوده هذه راهي مريضه بزاف، البارح سقساها الطبيب قال لها واش راكي مليحه الحاجه واش قالت؟ قالت انا كون مريضه كي تجيبوا لي الخبر تاع من الماضي يوم الجمعه بفوز مليح ان شاء الله يا رب. الطبيب هذا ولا غير بكى قال لها نسقسيك انا راكي مريضه، قلتي لي بالماضي واش بيكي؟ قالت نحب الماضي ان شاء الله يفرحنا يوم الجمعه. انا اليوم يا خالتي مسعوده ندير لك والله غير راني نبكي عليك، انا نقول الناس بن شوبان كاع خالتي مسعوده خرجت بكرعيها تولي بكرعيها، هي مناصره وفيه، قالت لهم انتم اولادي وبالماضي وليدي، تشكروا تبكي عليه تدعي له. الام هذه 90 سنه راهي في مستشفى ترويبه، ناس بن شوبان لا فامي كويسي، ام تاع كويسي حسين ان شاء الله ربي يشفيك، وحنا ندوك عند بالماضي، ولا بالماضي جاب الفوز احنا ندو بالماضي عندها. ناس بن شوبان خالتي مسعوده المناصره كبيره تاع المنتخب الوطني، وكاين خالتي مريم. اليوم ندير تحيه كل لي سيبورتا اللي راهم رايحين بالماضي، تحياتي ليك ونقدر ليك وشرف ليك، انت تشفو قريصانا وقلب في قلوبنا ودم في دمنا، درنا فيك ثقه والامان، انا درت لك كاد ودرت لك مع مصطفى بونبولعيد وزرو يوسف ومصطفى شاكير، التحيه ليك يا بالماضي، درنا فيك الامان وكونفيونس ان شاء الله، التحيه والتقدير. وهذو لي سيبورتا اللي نقول لهم حاجه واحده، نبغي كلمه قسما في فمكم والدمعه في عينكم، والرايه الجزائريه اللي ماتت عليها في يدكم، هذه الرايه ماتوا عليها رجال وابطال، الرايه العزيزه هذه تقعد دائما عزيزه، هذه ماتت عليه مصطفى بن بولعيد وزرو يوسف ومصطفى شاكر، التحيه والتقدير لهذه الرايه الجزائريه. بالماضي كاين رجال، نحبكم تدخلوا بقوه الملعب الكاميرون، تدخلوا بقوه، تدخلوا بفخامه برجوله، والحمد لله شرفونا بالماضي والفريق الوطني، انتم رجال وابطال. وبالماضي ثاني الحمل الام اللي جابتك، الام اللي جابتك يرحمها يا بالماضي، امكم مجاهده وجابت مجاهد وهو بالماضي، الناس قاعد تحبك والناس قاعد تقدرك والناس قاعد تعزك، وتعرفني انا نحبك بزاف يا بالماضي، درتك اخ درتك اب درتك ولد درتك كلش حاجه واحده برك، تحياتي هذا الفوز وهو البغداد منجح، احنا ما نساوكش يا بغداد والله ما نساوك، تحياتي لك وهذا فيفا لالجيري، واي تو تخي. واليوم نشكر نشكر فخامة الرئيس، نشكرك يا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والله وقفت في رجوليا مع لي سيبورتير، بصح دوماج راهم كاع رايحين والمناصر الوفية خالتي مريم ما راهيش رايحة، راني تعبانة، أول امرأة اللي دخلت المطار هو ريبو مدين، أنا هي من 4 مساء وأنا في مطار هو ريبو مدين، وكنت صايمة وفطرت اليوم في مطار هو ريبو مدين، حبي للفريق الوطني والله غير حبي للفريق الوطني، دمي للفريق الوطني، نحب الفريق الوطني، شرف الجزائر
وايتو تخي في براجيري. والسلام عليكم ونشكر هذه القناة ونشكرك بزاف. وايتو تخي في براجيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راه رايح مراسل تاعنا عامر. نقول لك عامر تهلا في روحك، جيب لنا الخير ان شاء الله، تجيب لنا فيكتوار ان شاء الله. يا الله يجمع اوقاتك ان شاء الله يا ربي. انا نطلب كاع المسافرين احدوا على روحكم وبالكوا على روحكم، كونوا دي سيبورتور فري باش العالم كامل يشوفنا باللي احنا فور. تهلا في روحك خويا، تهلا فينا ربي ان شاء الله. وكما يقول لك اليوم رانا مع خاوتنا هنا لي سيبورتير، ان شاء الله نروحوا في رحبه ونجوا في رحبه ان شاء الله، وباذن الله باذن الله نجيبوا نتيجه ايجابيه. ماشي نقولوا الفوز الفوز، مي تعادل مليح. هنا ان شاء الله ان شاء الله هنا في البلدان عامر رطريق سلامه ان شاء الله، وربي يسهل على كل واحد رايح منا باش يناصر المنتخب الوطني. على بالي خمس سوايع فول اريفي ديبار، ماشي حاجه سهله، تعيو شويه ان شاء الله. بصح على بالي طونك رايح موتيفي وكاع وراك داير في راسك ان شاء الله بلي المنتخب الوطني حيفوز ان شاء الله. نظن هذاك هو هذاك هي الصح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. بارك الله فيك، لقد خير حبيبي. عاودوا واحد الله ماشي يا ربي صافي يا اش بدنا شويه هنا.